ورجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما شفنا تقرير عن مصممة الخرز أميرة فتحي، تقرير جميل وكله إبداع وإتقان واستغلال للوقت بطريقة إيجابية. شكرا ليكي وكل الشكر والتقدير لجروب خليك مشهور والمستشار حسن حميد رئيس مجلس إدارة جريدة الماس الشرق. شكرا على دعمكم الدائم لكل الموهوبين والفنانين. ودلوقتي هنبدأ في الفقرة الثانية اللي هتهمنا كلنا وكلها أسئلة هنستفاد منها. معانا ضيفتين متألقتين في شغلهم، الأستاذة نهاد رشاد تاتو أرتست وحاجات تانية كتير هنعرفها منها دلوقتي، والأستاذة فاطمة جابر ميك اب أرتست. أهلا بيكم في الصحبة جية. النهاردة يا جماعة هبدأ، عايزة أقول لكم قبل ما نبدأ إن فاطمة ميك اب أرتست هي اللي عاملة لي ميك اب. بجد تسلم إيديكي يا فاطمة، يا رب أكون طالعة لكم أنا كمان حلوة زي ما أنا شايفة نفسي. طيب قولي لي يا فاطمة، وأول سؤال عشان هتبدأي تشتغلي مع العروسة دلوقتي، لو في أي عروسة جات لك قولي لي إيه النصايح اللي أنت بتقولي لها، يعني قبل ما تجي لك إيه النصايح اللي بتديها لها إنها قبل ما تجي لك تكون مستعدة بيها والاهتمام ببشرتها بحيث إن يكون الميك اب حلو وناعم على وشها؟ مش كل العرايس، في عرايس مثلا بتبقى بشرتها أصلا بايظة اللي هو ما بعرفش أتعامل معاها خالص، فالمفروض تروح أخصائية اللي هي دكتورة دكتورة بشرة. لكن في عرايس بقى ممكن تيجي قبلها بست شهور، في عروسه بتيجي قبلها بشهر، في عروسه بتيجي قبلها باسبوع، كل واحده حسب بشرتها. واول ما بتيجي بقى ببدا اقول لها بقى الاهتمامات بتاعتها اللي هي مثلا ممكن قله سعر طبعا لا، ولو في حاجه في بذور في وشها وحاجات زي كده دي بحاول اشيلها لها طبعا. بحاول اعمل لها تنظيف بشره، المفروض بتجيلي في عروسه بتجيلي كل اسبوع مرتين، في واحده بتجيلي مره واحده بس في الاسبوع، فمش كله يعني، كل واحده على حسب بشرتها. تهتم بقى ببشرتها ازاي، ان هي تحاول بقى بقدر الامكان يعني تحط صن بلوك وهي طالعه في الشمس بره، اول ما بتيجي بره، اول ما بتيجي من بره على طول. بيبقى في عرايس اصلا بتبقى بتصيف، فبتجيلك في الحاله دي ايه؟ دي ما ينفعش عروسه تصيف وتيجي اصلا عروسه. معقول؟ دي نهائي، لا صعب. مش صعب بقى اولا عشان خاطر ان هي بيبقى في القشر، وممكن ساعات القشر ده ما بيبانش غير بعدها باسبوعين، بعدها بثلاثه، ممكن ما بيبانش غير يوم فرحها، ممكن تيجي تحط الفاونديشن تحس ان هو مقشر، حته سودة وحته بيضة. لا ديت موضوع المصيف قبل العرايس ديت بشهر اتنين تلاته، لا صعب 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 يعني. طيب برضو برحب بيكم مره تانيه، منورتونا النهارده، وبرحب دايما بالاستاذه نهاد رشاد تاتو ارتست. الناس برضو عايز تعرف ايه الفرق بين التاتو والوشم، والتاتو بيستخدم في ايه، والوشم طبعا بيستخدم في ايه؟ طب احنا عارفين الوشم. طبعا هو الوشم اصلا حرام يعني. انا لما جيت ابتديت في شغل التاتو سالت كذا حد قال لي الوشم ما بيتشالش خالص، انما التاتو بيتشال بالليزر. طب فطبعا الحاجه اللي بتتشال ديت مش حرام يعني، دي مش حرام خالص. في انا بعمل مثلا بطلع سن الابره، بطلعها حاجه بسيطه، دوت مثلا بياخد مثلا معاها سنه سنتين ولونه بعد كده بيخف شويه بشويه، بس بيحتاج عمليه الليزر برضو اللي هي مره واحده او اتنين بس. لما طبعا اللي هو بقى بياخد فتره طويله، اللي هو التاتو بياخد فتره طويله، بيتعمله مرتين اتنين ليزر. يعني هو رسم كحنه مثلا؟ لا هو ليزر بمكنه يعني. مكنه هو الليزر التاتو بيتعمل بمكنه. ده بيطلع مع وقت ولا؟ لا ما بيطلعش خالص، هو بيطلع بالليزر بس. انما طبعا الحنه هي اللي بتطلع، بتاخد عندي نوعين اتنين حنه. في نوع مثلا بياخد 10 من 10 ل 15 يوم. ودوت لون بنيات وفي الوان كلها. اللون الاسود بياخد مثلا من 15 ل 20 يوم. تمام. وهو اكتر حاجه التاتو اللي هي رسم الحواجب، في ميكرو وفي تاتو وفي تاتو شفايف. دي كلها اختصاص تاتو، والالاينر وتركيب الرموش كله معايا برضه، كله تاتو. طيب تمام. فاطمه انت دلوقتي هتقومي تعملي لنا ايه ميك اب العروسه؟ المفروض ان انا هيبقى حسب بقى بشرتها عشان الوقت وكده، اعمل لها حاول ميك اب برضه. طيب سيمبل يكون تمام. اعملي ميك اب سيمبل وهي ما شاء الله زي القمر اصلا. ويليق عليها جدا يعني، الدريس ولفه الاشارب، لسه هنتكلم عن الحاجات دي، بس انت تبدي تدقي عشان نكمل كلام مع يعني انت هتعملي لها دلوقتي اللي هي مكان ميك اب اللي هو يكون كويس برضك، ممكن تحضر بيه فرح، وممكن برضك يعني تبقى عروسه وفي نفس الوقت ممكن مناسبه برضك عادي. طيب حلو قوي، ابدأي بقى. طيب قولي لي يا نهاد دلوقتي، تقنيه الميكرو بيلدينج، طبعا التقنيه دي مجننانا كلنا وعامله يعني، في تقنيات كتير طلعت دلوقتي زي ما انت بتقولي، التاتو الميكرو بيلدينج والرسم الالاينر الدائم والرموش الدايمه ومش عارفه التوريد الشفايف، حاجات كتير جدا، تقنيات طالعه كتير جدا. قولي لي بقى الفرق ما بين الميكرو بيلدينج والميكرو شادينج، ايه الفرق ما بينهم وما بين التاتو يعني؟
يعني انا اعرف ان الميكرو بيلدنج ده الشعره بشعرتها شعرتها. تمام بيبقى رسمه ولا فعلا بتحطوا الشعره بشعرتها؟ هقول لك حاجه، لا هي مش بشعره بشعرتها، هي بصي هو كله رسم. انا اصلا يعني انا كده كده تخصصي رسم، فطبعا مش اي حد مثلا اي كوافير مثلا تعرف تعمل تاتو ميكرو بليدنج لانها ما بتعرفش ترسم. هو دوت اللي هم بيعرفوا يرسموا كويس، هي تجيب لك شكل الحاجب هي بترسمه لك، لان ده مش شعره بتركب، ده هي المكنه بتعمل لك رسمه الشعره نفسها. فدوت بيبقى ايه، بيبقى يعني استرس كله بيديلك منظر الشعره نفسها، انما اللي هو التاتو هو بقى العادي ده بيبقى رسمه الحاجب كله، تحسي اكنه خط واحد. في طبعا الميكرو بليدنج بيتعمل بحاجتين اتنين، حاجه اسمها مشرط وده بيقعد من 6 ل 8 اشهر وبيطلع، وفي طبعا البشره الدهنيه بيطلع معاها الاسبوع الاولاني على طول بيطلع خالص، يعني بيطلع خالص ما بيبقاش موجود خالص. طبعا هو بيتعمل اصلا جلستين اتنين مش جلسه واحده. طب احنا معانا صوره على الهواء، طب قولي لنا الصوره، هنلاقي بس على صوره ال ديت حنه، دي رسمه حنه، دي اللي هي يوم الحنه، هي اللي بتختارها العروسه، العروسه او اي بنوته بتختارها اللي يشوفها جاهزه يعني. ما لا هي ديت شغل ايدي دوت، اي رسمه بتبقى هي عايزاها انا برسمها لها. بس انا برضو عايز ارجع، عايز ارجع الحاجات دي اصلا كلها اختصاص انا، يعني ده انا اللي مقلفاها مش رسم انا اللي مقلده من حد يعني. برافو برافو. طب جميل، انا برضو عايز ارجع للسؤال بتاع اسماء، لان انا كراجل عايز اعرف الفرق بين الاثنين وازاي الخطوات بتبقى ماشيه واحده، وفي امان في الموضوع ولا لا؟ بص بدل ما عشان الناس بس تعرف، بدل ما بيطلعش دم ده بيبقى امين. لان اللي بيطلع دم ده اللي بيبقى حرام، احنا الحاجه بتاعتنا الحمد لله ما بيطلعش دم. اللي هو التاتو دوت، دوت شغل تاتو، اللي على الصوره ده تاتو، دوت تاتو ده محفور. طيب ده ولا هي بتاع الموديل الميك اب؟ لا الميك اب، بتاع الميك اب. دوت تاتو ده فحر، ده فحر. دوت اللي هو دايم ما بيشتغلش الا بالليزر. تمام. انما الميكرو بليدنج في حاجه اللي هو بالمشرط دوت بيقعد من 6 ل 8 اشهر، اللي هو بالمكنه دوت بيقعد 3 سنين 4 يعني سنين. لازم الرسمه محتاجه متابعه. البشره الدهنيه هي اللي بتبقى متابعه شويه. يعني في طبعا بيجي معايا حالات كتير ان تيجي تقول لي ايه، تقول لي اللون بتاعها اخضر، اللون بتاعها طلع. طب انا بس عايز اقول لك حاجه، انا دايما بشوف في العيد كده صلاه العيد كده اطلع الاقي حواجب عريضه كده كتير، لا ده بيبقى ومنتشره بشكل كده بشكل مقزز شويه. هل مثلا بتنصحي الناس اللي في المحلات الكوافير مثلا او البنات نفسها بشكل عام ان هم ازاي يختاروا رسمه حاجب كويسه؟ انا عن نفسي اللي هو التاتو مش حلو، يعني اللي هو التاتو هو بيبقى رسمه الحاجب مره واحده ده مش حلو، انما اللي هو الميكرو بليدنج هو اللي بيبقى احلى، لان بيبقى باين اللي هو الحاجب نفسه اللي هي شعره بشعرتها بيبقى شكلها حلو، وبيبقى شكلها يعني شكلها في البشره حلو. انما اللي هو بيترسم بقى بالقلم اللي هم بيرسموه ده مش حلو. يعني ده بيدي افوار قوي في وش الواحده، بيخلي وشها متغير خالص. جميل. بس طبعا المكنه بتقعد 3 سنين، اللي هو الجديد بقى اللي انا شغاله فيه دلوقتي حاليا. بيقعد دلوقتي 3 سنين عشان تتابع بعد؟ مفيش متابعه، هو اصلا كده كده موجود على طول. وطبعا بيجي لي بقى واحده مثلا في جرحه عندها في حاجبها عايزه تداريه، عايزه تعمله، يعني هي اكتريه الناس بيجوا للجروح اللي موجوده في الحاجب اللي هي ما فيهاش شعر خالص. فبطلب بقى ايه، بعمل لهم عليهم رسم. تمام. قولي لي يا فاطمه وصلتي لفين؟ لسه يعني فنشت العين شويه طبعا، وببدا بقى فنشت الوش سوري، وبعد كده ببدا بقى افنش في العين حاجه بسيطه كده. طيب انا عايزه بقى اسالك سؤال مهم جدا، وانا السؤال ده يعني بيضايقنا كلنا. بص انا واحده من الناس اللي ما بتحبش الفونديشن خالص وما بحطوش. طب انا مش فاهم حاجه. بس هقول لك ازاي احنا نطلع الفونديشن، مش مهم الماركه، يعني في ماركات بتبقى حلوه جدا بس برضو النتيجه بحس انها مش حلوه، بتبقى عم البشره. طيب ما هو انا جايلك في الكلام، ازاي يعني ايه المشاكل؟ انه ساعات بيقول لك ايه، ساعات بيشقق، ساعات بيسيح، ساعات بيعمل كتل كده تقشيريه، بتبقى ايه بقى مجمعه في حته واحده، ساعات بتبقى مجمعه في حته واحده. بص ده بيبقى اولا بتبقى عيب بشره، انا عارفه سامعاكي. بتبقى عيب بشره. ثانيا بتبقى مثلا ايه، ما وزعتش الفاونديشن كويس. ثالثا المفروض اصلا تحط برايمر، المفروض اصلا لو بشره حساسه جدا 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 المفروض قبل ما تعمل الفاونديشن او نظبط لها بشرتها، المفروض ان احنا بنعمل حاجه اسمها ممكن زبادي على العسل، حاجه ان هي تهدي بشرتها وفي نفس الوقت تشيل القشره الطبقه اللي هي مش كويسه على البشره. يعني زبادي على العسل ترطبها الاول، زبادي على العسل. لكن سكراب لا، سكراب على بشره ملتهبه لا،
هتلهبها لك بزياده. انا بنتي طول ما هي قاعده بتعمل سكراب 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 لغايه ما طلع لها حبوب، هي مقتنعه ان ده لا البشره الملتهبه اللي فيها التهابات اصلا في البشره. حب شوب مثلا؟ ايوه وساعات بتيجي عروسه قبلها بيوم تلاقي بشرتها كلها بقت بايظه بس بشرتها مقشره. بتلحقيها ازاي بقى؟ بتلعجيها ازاي؟ هو بقى المفروض ان انا اصلا بتاخد مضاد حيوي سان بلوك. بتاخد مضاد حيوي سوري ده. لا بتاخد مضاد حيوي في سكورت، ده مضاد حيوي المفروض بتحطه كل يوم بالليل قبل ما تنام. تمام دي اول حاجه. تاني حاجه المفروض ما تخرجش في شمس خالص اليومين دول، يعني اليومين بتوع قبل فرحها ما ينفعش تخرج في شمس نهائي نهائي نهائي. لكن لو ملتهب قوي المفروض بنحط زبادي وعسل عشان ان احنا نرطب البشره من غير ما نلهب الحبوب. طيب بالنسبه لحطه الفونديشن دلوقتي طبعا برضو نازل طرق كتير جدا، احنا زمان كنا بناخد ونسحب وحاجات كده، دلوقتي في طريقه اللي هي الطبطبه ولا بطريقه دائريه ولا بتحط ازاي؟ لا هو لو بالبيوتي بلندر يحتاج يعني انا كنت عايزه اسال فعلا يبقى احسن عشان خاطر ان هي لو بالسفنجه العاديه مهما حطيتي تحسي انك انت بتاخدي، لكن البيوتي بلندر اول ما بتحطي وبتوزعي هي بتاخد الفوائد اللي فاضله من البشره. تمام. معانا صور طبعا على الهواء، ممكن تشرحي لنا؟ تمام ممكن الصوره على الهواء. عروستي كانت دي بقى جات لك امتى كنا بقى جات لك قبليها بقد ايه الميك اب ده كانت عامل ازاي؟ هي اكتر العرايس بتيجي تقولي مثلا ايه انا عايزه مثلا اللوك ده، فبحاول ان انا ما ازعلهاش برضك في نفس الوقت، وفي نفس الوقت تاني ممكن اللي يكون اللوك ده مش لاقي اصلا عليها. يعني انا مثلا كبشتغل او كده عارفه اللوك شكلها عامل ازاي واللوك دي عامله ازاي واللوك دي عامله ازاي، فكل واحده حسب اللوك بس بتاعها. انا عايزه اقول لك حاجه، دايما بشوف البنات مثلا درجه بشرتها غامقه الاقي وشها هو الفاتح، مش المفروض يبقى نفس الدرجه ولا لا؟ في بنات تقول لك لا انا مش عايزه اطلع غامقه انا عايزه اطلع بيضه. في ناس تقول لك لا انا عايزه اطلع بلون بشرتي، بس انت بتنصحيها اكيد طبعا. في ناس تبقى عايزه بلون ايوه في بص اصل مش كله زي بعضه، يعني مثلا ايه انا ممكن واحده من الناس ما بحبش ابقى بيضه، انا اصلا خمريه مش بيضه، فما بحبش اطلع نفسي بيضه في اي حاجه مثلا. في عريسه تقول لك لا انا حاسه ان انا غامقه. هو اصلا اللون الابيض اساسا في الفساتين عامه لو العروسه بيضه بيديها البياض اللي هو البياض بتاعها، لكن لو عروسه غامقه وبالذات لو متحكمه ان هي تلف طرحه عاديه تحس ان هي غامقه، لكن هي في الاساس مش غامقه عشان احنا اللي شايفينها. تمام جميل. طيب قولي لي يا فاطمه قولي لي يا نهاد بالنسبه بقى للتقنيه اللي هو التكنيك بتاع توريد الشفايف او تاتو الشفايف، ده التقنيه دي احنا بنعالج بيها اللي هو الغمقان بتاع الشفايف او عايزين نعمل فوليوم معين للشفايف، احكي لي ده بتعمليه بيبقى لايق؟ يعني هي بتجيلك تقول لك انا عايزه اعمل فوليوم لشفايفي ولا في غمقان يعني لاي سن؟ لا هو بيتعمل طبعا اللي هو المراحل اللي هي اللي هو بتاع الكليات، العروسه، واحده ست مثلا متجوزه في سمر على حرف الشفايف من هنا طبعا بتبقى عايزه تفتحه، ففي حاجه اسمها اللي هو الدرمابين ده بيتعمل اللي هو توريد شفايف ديت، بتبقى طبعا الحاجات الاول بنحطها الاول ده بيعمل توريد، اما اللي هو التاتو بنعمله بالمكنه، المكنه اللي هي بتاعت التاتو نفسها، فده بيبقى دايم على طول، انما التوريد بفتره وبيروح. يعني بيقعد قد ايه مدته؟ التوريد مثلا اسبوعين حاجه زي كده اللي هو توريد. التوريد اللي احنا بنعمله كمان للبشره النتيجه بقى بتبان بعديها بقد ايه في نفس الوقت؟ لا اللي هو بالدرمابين بيبان على طول في وقتها. هو ازاي التوريد في نفس الوقت؟ ايه؟ يعني ده كريم ده مثلا ولا لا؟ مش كريم، هو زي احبار، بس الاحبار اصلا اللي احنا بنشتغل بيها بتبقى هي منتجات اعشاب وحاجات زي كده وحاجات نظيفه. جميل. فبنعملها في الشفايف بالدرمابين دي بيبقى توريد، انما بالمكنه بتخش تحت الجلده اللي هي الطبقه الاولانيه من الجلد، فبيبقى زي التاتو. الدرمابين بيبان على طول في وقتها، انما التاتو بيقشر، بياخد فتره مثلا اسبوع بيقشر اللون اللي هو الموجود بيروح ويبقى ايه تحت له فتح شويه. طب انا عايز اعرف ايه اغرب طلب طلبته عروسه ليكي او عميله مثلا عندك؟ مفيش حاجات غريبه، بس هي كلها حاجات طبيعيه والناس كلها بقت عارفاها دلوقتي. يعني مثلا ما قالتلكيش مثلا عايزه حاجه بمعين وهو ما ينفعلهاش؟ انا بقول لهم لا انا هم على فكره كل اللي معايا وكل اللي عارفيني، لان انا شغاله بقالي يجي 10 سنين شغاله في الشغلانه دي، ربنا يزيدك. فكل عارف، حتى يعني اي عروسه بتيجي تقول لي انا سيباكي اعملي انت الرسومات انت عايزاها، انا عارفاها لاني لما بشوف منظر الايد بعرف الرسم اللي هتلاقي عليها ايه. مثلا ديت كذا بعمل لها رسومات مثلا صغيره سيمبل، جسمها مثلا مليان بعمل لها رسومات كبيره شويه عشان خاطر تبان فيها ما شاء الله. طيب قولي لي يا نهاد تركيب الرموش الدايمه
طبعا بيفرق حسب اختيارك انت، شايفه العين ضيقه ولا العين واسعه، يعني الكثافه انت اللي بتحدديها ولا برضو بتسيبي للعروسه حريه الاختيار؟ والله هي في عرايس يقول لك احنا عايزين نعمل اللي هي الرموش بس مش عايزين فيها افوره كتير، يعني ما يبانش ان احنا مثلا ايه مركبين حاجه او حاطين حاجه، فبحط لهم عدد معين يعني ما بحطش حاجات كتير. وطبعا في مشكله بقى اللي بيقع فيها اكتريه الناس اللي هم بيركبوا الرموش الدايمه، اللي هم بيعملوا الرموش الدايمه على الجسم نفسه، وديت مصيبه. يعني ديت مصيبه لاني في لقيت ناس كتير جايين لي بيقولوا لي الجسم بتاعهم التهب وفي حاجات، فقلت لهم معلش انا ما اقدرش اعمل لكم في حاجه لان انا ما بعملش على الجسم. طبعا انت ادرى وشايفه ايه الصح وايه الغلط. هو شغل اصلا احنا لسه هنتكلم على الالاينر دلوقتي، بس عماد يسال سؤال لفاطمه. قولي لي يا فاطمه انت وصلنا لايه؟ خلاص انا اعتبر فنشتي كده. بفنش يعني دلوقتي هتطلع على العريس على طول ولا ايه؟ فين العريس بقى؟ في عربيه بره ولا حاجه؟ فين العريس بقى؟ الفستان جاهز والمايك جاهز. وهي وصلت لايه دلوقتي؟ هل مثلا امتى تختاري مثلا اللون الشفايف المناسب اللي هي مثلا عايزه لون معين، انت قلت لا عايزه لون كذا؟ ايوه هي مثلا بيبقى في اختلاف بينك وبين العروسه على طول؟ أيوة ولا هي عايزه حاجه معينه؟ لا ممكن العروسه تجيب لي صوره مثلا انا عايزه زي دي. فهمتي؟ زي دي وانت بتشتغل على الصوره وخلاص؟ لا انا عايزه زي دي مثلا، اقول لها طب ماشي تمام انا ممكن اعمل لك احلى، ممكن تطلعي احلى. لكن في ناس كتير تقول لي لا انا عايزه ده هو ده. جات لك في يوم عروسه قالت لك لو سمحت بعد ما عملت لها رجع من اول وجديد؟ لا جات لي عروسه بعد ما خلصتها وكده وخلاص طالعه مش عجباني. لا امال ايه؟ دمعت بقى وعيطت بقى. انت فاهم بقى الله عشان دموع الفرح. دموع الفرح بقى ومامتها وكده بس الحمد لله بتتحل عشان اصلا اتأثرنا عشان هو الميك اب اساسا يعني اي ميك اب عامه لما لو جبت عليه ميه وبططت بس كده بالبيوتي بلندر او بالمناديل بس حاجه بسيطه مش هيطلع اي حاجه فيها. لكن لو عملت بقى ومسحت بقى وكده خلاص كده الميك اب اصلا كله باظ. تمام. طب احنا قدامنا دقيقتين على الختام. قدامنا دقيقتين، عايزك بقى تقول لنا. طيب قولي لي يا نهاد شوف نصايح بس بعد السؤال بتاع ماشي. النصايح نهاد بس تقول لنا الاول ان انت عندك يا نهاد تايتل كبير جدا اللي هو ما شاء الله زي ما قلنا رسم حنة وتركيب رموش وميكرو بيلدينج وتاتو شفايف وكمان بقى الاضافه تنظيم في الحفلات وكب كتاب وعيد سبوق وعيد ميلاد واسبوع، وبتعملي كمان اغنيه العروسه والعريس. عايزين برضو الارقام بتاعت استاذ نهاد تنزل على الشاشه عشان اللي عايز يتواصل معاها. الحفلات اللي هي شو حنة انا عندي السواري. العروسه طبعا بتيجي بتتفق معايا انا عايزه اعمل مثلا شو حنة، فبروح بالسواري بتاعتي بلبسها لها بعمل لها الميك اب بتاعها الحاجات اللي هي السلاسل والحاجات دي كلها. واكتريه اللي عملوا شو حنة اكتريتهم منقبين عاملينها في البيت. يعني ايه مفيش حد عملها بره في الشارع. هو شو حنة مخصصه اللي هي السواري اللي هي بتبقى للعروسه ولا العامه؟ ايه مخصصه اكتر ولا العامه؟ لا هي للكل بس هي يعني اكتريه الناس اللي اتعاملوا معايا اللي هم اللي هم المتحفظين لان عاملينها في البيت فالسواري واخدين راحتهم في البيت. في بقى حفلات اللي هي السبوع واعياد الميلاد خطوبه اللي هو بقى البوابات اللي هي البلالين ديت. بجهز برضو في اغاني معايا برضو واحد بيغني بيعمل اغاني ما شاء الله ماسكه احنا عايزين برضو نعمل حلقه خاصه بالظبط نتكلم عن الشغل حنة ده برضو لان الحلقات عايزين حلقات نتكلم فيها لان طبعا اكيد طقوس جميله احنا حابين نعرفها والناس المشاهدين برضو قاعدين في البيوت عايزين حابين برضو يعرفوا اكيد في عايزين حلقات كتيره وتقعدينا نكون احنا معاكي الايام الجايه ان شاء الله والحلقات الجايه ان شاء الله. انا طبعا كنت سعداء معاك وانا والله كنت سعيده جدا معاك يا نهاد. شرفتونا ونورتونا. دي شهاده مقدمه من برنامج الصحباجيه ومن جريده الماس الشرق. اتفضلي اتفضلي يا فاطمه. نورتينا وشرفتينا. اعزائي المشاهدين استني كده برضو يعني خلاص كده الشهاده. انا عايز اقول برضو قبل ما نطلع قبل ما نختم الحلقه عايزين نعرف برضو خلصت ايه عشان هو المفروض اصلا انا كنت داخله بنص اللوك
المفروض لسه بقى فاضل لها الطرحه وتنفيش العين من تحت وكده، لسه كان فاضل لها شويه تكات كده بسيطه صغيره. خلاص يا ما شاء الله هي جميله قمر. ما شاء الله وتسلم ايدك وتسلم تسلم ايدك يا حبيبتي، شرفتونا ببرنامج الصحبجيه. ده نورك يا حبيبتي، شرفتونا جدا النهارده استاذه نهاد رشاد، شرفتينا جدا، والاستاذه فاطمه على الجميل ده، والموديل نهى شرفتونا جدا جدا. اعزائي المشاهدين خلصت كده حلقتنا بسرعه بسرعه للاسف، نشوفكم ان شاء الله على خير ان شاء الله الحلقات الجايه. انتظرونا من كل سبت، كل سبت كل اسبوع. كان معانا كان معانا اسماء البهدي وعباد النمر، نشوفكم على خير الصبح الجاي. باي باي.